شاكر يا ربي لقلبي ونبضة، مؤمن ببسط اليد لكن هذا وقت الإيمان بالقبضة. جيب هذاك الشيب مكسر كئيب، والعصامي قدام حرامي منتصر لبيب. يا هلا والله بالجميع، كيفكم طيبين؟ رجعت لكم بفيديو جديد مستعجل جدا. كنت قاعدين في البحر شبين النار قهوة شاي عدني والأمور الطيبة، قلت خلينا أخش أشيك على الفيديو اللي راح. بالمناسبة الفيديو اللي راح ما عجبني كثير أدائي فيه، فإن شاء الله نحسنه في الفيديو ده. عادي أنتقد حتى نفسي، مو شرط إنه الواحد دائما اشتغل شغل كامل. الزبد دخلت على تعليقات الفيديو اللي راح أشيك إيش النظام، إيش الجديد إيش القديم، إلا لقيت ناس كثير يقولوا شيبوبة نزل. دخلت على قناة شيبوبة وصورت الشاشة وهذا الشيء اللي نزلته، سألتكم قلت لكم إيش رأيكم إيش ما رأيكم. على الأغلب قالوا ما هو حق الانتظار، انتظرنا يعني اتأملنا كثير ما لقينا الشيء اللي تأملناه. لقيت هذا التعليق، لكن ربك ينزل قبل 24 ساعة يا تعبان. أنا ماني زي اليوتيوبر ذول اللي تفلسفوا يكلفني والوقت والما يكلف شيء. طب كاميرتك وصور، واحترم متابعينك، وأشكر جد جدكم على الدعم والتفاعل والهروج الجميلة هذه كلها. طبعا إيش عيب شيبوبة؟ عيب شيبوبة معطيها وضعية ولا هو من اقوى من يكتب في الساحه، من اقوى وليس اقوى، لانه كل واحد يختلف، ما حد يقدر يقول هذا اقوى هذا اقوى، هذا عندك اقوى هذا عندي اقوى. والحياه جميله. الجديد في القناه انا تحليلي كله فني، تصوير اضاءه مونتاج الهروج دي كلها، هذا يعني هذا اختصاصي، مجال اختصاصي، وانا عارف انه فريد في الساحه ما في شيء ذا. وحتى لو اني كنت احلل الكلمات، شيبوبه يبغالي اسمع لمحللين جامدين في المجال وارجع احلل وارجع اقول ايوه وارجع للحقائق وارجع. طبعا شيبوبة كل أمها دسات يا شيخ، ممكن الكمبيوتر ما اشتغل عليه دس أم الكمبيوتر، بس ما تمقرت يعني. لو ما انت مر خبير في الكلمات والهروج دي لازم تقرأ شيبوبة كلامه مو واضح بين السطور. فنروح نشوف ايش عنده. صفر متحمسين؟ انت والله حمستوني ألف كمان. يقول لك الشايب انه الكلام الزايد يجيب الكلام العايب، عشان كذا لا تكثر مع الناس انت تقايض، جيب الهرج يجيك الرد بدون كلام ورهيب. جيد الحركة انه كان يرسم ودخل، بدأ الفيديو كذا من الرسمة دخل، هذه حركة مبتكرة. واغلبنا فاسد مناقي، جيب واحد صوام وتقي، انتشر النوع الغبي عزيمة واحدة وشوف كم طلي، لكل راس راس وكل شاعر شاص، شعراء المال كأنه الشعر كرنفال، سحبوا جوائز مشمغة وانا في كل سهر من عالي، قولوا جبنا الشعر ومسينا، احنا جبنا ومسينا، طلعوا برنج روفرات واحنا طلعنا بمساءلات، كلنا نتمنى الهباب يتغير للأحسن، بس أحسن غير أحسني تحت أرضي جو صافي ولندني، فهم ياخذني الهباب دنيا لف ودوري، حط قيود وحط نقود وانا حفضل صادق في شعوري، وقبل لما امشي قلمي على الورق حمشي روحي في الحبر، مدين لحد بشي بنيت من الصفر. So I'ma keep on spitting, the written will be like that's road, while everybody bullshitting, I'm grinding, all my seeds will grow someday. I know it deep down, never ask how do I know. نقطة الصفر لا شيء من هاي تحدد كل شيء. تبغى الكل يسمع، مو كذا الهيب هوب يطلع، مو اي نجم في السما لازم يسطع، سافر بهيب هوب عابر في الظلام، في حالة واحدة نصافح الإعلام، لما ما يكون مقابر للأقلام، أنا أكتب لسلامي الداخلي سدوا معابري، إذا بنطلع في التيفي نطلع بنفس الشي اللي سنين بنسويه، إذا باعوك الشركات صير بدون هوية طامس، إحنا ما في فرصة يهمشونا، إحنا نكتب على الهامش، قال لك تعبنا تعبنا ووصلنا، يحسب إنه يمثلنا، ترى النجاح شي نسبي والترسيم ما يضيف على اسمي، بتعرف رابر على حقيقته، شوفوا قبل لا اشتهر فجأة صاروا طيبين، ما حذكر ماضيهم والقذرهم في رهان مع الشهرة، تحت الأرض وسخين زبالة، بس ارميهم تحت الأضواء حيقولوا نقدم رسالة، يحاربوا نفسهم أنا لاجي ونزوحي في الحبر، ودين لهم بار من يوم كنت عند الصفر. So I'ma keep on spitting, the written will be like that's road, while everybody ربكم العمل ديب عميق عمق، كلمات والفيديو كليب وهروج كثيره جدا للمتعمقين. من هاي تحدد كل شيء، تبغى
تبغى تخرج للعالم تبغى تصير عالمي انا ابغى العالم يخرج ويجي العالمي so they can see the way how I see فلا تكون مصادم لي عارف ما اقدر ارضي الكل انت ارضي زيد وعبيد رضا الناس ما هو اللي قيد المينستريم برابرز على هوا القوم عشان يبيع للقوم الهيب هوب يباك زي ما انت ولا عليك لوم وليش يعنيك اللي الناس تتقبله يعنيك اللي انت تتقبله ناس تتقلبوا زي الورق يوم هتزمزم يوم هتعرق فقبل اطلب بعض الناس تتقبل هذا الفن راح اطلب من قلم انه تحمل حرارة هذا الدم ما راح يفهم ولا تهتم وما راح يفلح غير بالذم وإذا ما لقيوا غلطة في رابي حيغلط وحطة كابي خارس في الهيب هوب عطة نابي انت هرش على الكرش ومستعد تطحن الناب لين يصير ضرس وقبل قلمي يمشي على الورق دمك يجري مداد في ذا الحبر وحدي الكل داعم يلف معايا من الصفر I'ma keep on spitting the written will be like that's road While everybody bullshitting I'm grinding all my seeds will grow someday طبعا هنا هو في الصحراء ضعف لانه كانت الانارة وراه اضطروا انه يعالجوا الموضوع ده ويحطوا شيء اسمه HDR عشان يوضح شيبوبه هو واقف وراه نور لانه اذا ما حطوا الفلتر ده او التعديل ده او التصفية دي حيطلع زي كده الصورة فيا انا ودي نبضة صفر لا شيء من هاي يتحدد كل شيء بكل بساطة الإيجابية الأولى تقدر أي أحد يتفرج المقطع تقدر تفتحه أماكن عامة كبير صغير تقدر تفتحه هو يعني زي ما تقوله مختلط بين يقصد ناس ما يقصد ناس في حكم من دحين أقول لكم الكلمات بعد ما تتفسر حتقولوا أوه من بدري زي ختلخ الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث الضعيف ضعيف ولو كان من جيل بالسالب قتل الكل اول ما نزلت قالوا يا عمي ايش ده انتظرنا سنه وبعدين فريستايل طلع فريستايل مصيبه يا ولد فالزبد شيبوبه لازم واحد يقرا بين السطور والكلمات واثق في شيبوبه انه حي بعد التفسير حيطلع كلام مره جيد وفعلا محير انت تسمع الكلمات تقول هذا يقصد احد لا هذا شكله يتكلم صوره عامه لا هذا عرفته زي كذا لكلكه بالنسبه للتصوير صراحه ما قد شفت في الساحه عمل بالطريقه هذه احسه يعني فريد من نوعه تفكير خارج الصندوق نعم يوجد كثير تفكير خارج الصندوق بالنسبة لحركة شيبوبة قدام الكاميرا وأداءه قدام الكاميرا كان ثقته باينة وصلتني الثقة اللي كانت فيه تحركاته وسط الناس تمركزه كان مرة جيد وعارف هو إيش يبغى يعني ولكن هل هذا العمل يستاهل إنه يأخذ أكثر من سنة أكيد الكلمات ما أخذت وقت معه الفيديو كليب لو إنك مصور كل أسبوع مشهد كان ما أخذ الوقت بالنسبة للشباب يقولوا الاستوديو حقه كان يبغى له تجديد ما يبغى له تجديد سجل في استوديو ثاني ما هي مشكلة يعني ما هي نت بقديل يعني. اما المونتاج مره عجبني ولكن زي ما قلت لكم النقطه اللي في الصحراء كان اتمنى انهم يستعملوا اناره ما تجبرهم انهم يعدلوا بالتعديل اللي عدلوه شيبوبه حاول انهم يخلوه واضح فهذا اللي كان عندنا شيبوبه من الناس المبدعين صراحه وهو عارف ايش يبغى ولكن زي ما قلت لكم عيبه انه مره يطول مره 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 طبعا صوتي متغير لانه ما نمت يعني جو الساعه كم الساعه 4:10 وان شاء الله حمنتج الفيديو حينزل وقت ما حيخلص المونتاج حينزل على طول ما اضبطكم انا ما عليكم ايش اتمنى انه ما نستنى للويكند الجاي يا حبيبي ان شاء الله ما يخلص الويكند الا تبي تفرج الفيديو واكيد حسيبكم مع عمل من اعمال شيبوبه المره جيده كان معاكم باسم شوفكم فيديو تاني والسلام عليكم إذا المكان الضربة حرة قوم الشربة مرة كل الوجه منسوف لا تقول لي جبهة وغرة حدس افعال حرة لا حبس حبال شلة واقع بشع زي هولك بس ما تشوف غير جمال فلة في ذا المكان غني مبطوح وغالي مبيوع نظام غابة تشوف جدي مجروح وسبع ملوح